دكتورة هيام عادل إبراهيم الطائي، خريجة كلية العلوم سنة 96، الثانية على فرع الأحياء المجهرية، ماجستير 98، تعينت 99، كملت الدكتورة 2005، أستاذ مساعد 2009. أول إمرأة كعميدة كلية العلوم منذ تأسيسها من سنة 1963 هو تحدي كبير جدا. نعمل بروح الفريق الواحد، نعمل باستنادا الى توجيهات السيد رئيس الجامعه الاستاذ الدكتور قصي كمال الدين الاحمدي المحترم، توجيهاته السديده وآراءه البناءه كان لها الاثر الكبير في تعاوننا، كان لها اثر كبير في العمل، كان لها اثر كبير في كل ما في كل تطور او في كل حدث مميز موجود في جامعه الموصل وفي كليه العلوم. عدد الدراسات العليا تقريبا عندنا بحدود 212 طالب، الاوليه عندنا تقريبا بحدود 1890 طالب. احنا من الكليات الكبيره 6 اقسام بيها، ومن الكليات العريقه في جامعه الموصل والمؤسسه لجامعه الموصل. طموحاتنا ان تكون كليه العلوم في القمه، وهذا يعني استحقاق كونها من الكليات العريقه والمؤسسه لجامعه الموصل. طموحاتنا أنه ندخل التصانيف العالمية، طموحاتنا أنه كل تدريسينا وكل طلابنا يكونون يأخذون المكان المميز واللي يستحقونه على مستوى كل الجامعات وعلى مستوى البحث العلمي، على مستوى المشاريع، على عدة مستويات. طموحات كلش كبيرة وتحتاج إلى عمل وتعاون الجميع حتى نصل إلى هذه المكان اللي نحن إن شاء الله نطمح إليها. الحقيقة بعد أحداث داعش تأثرت كلية العلوم حال كل الكليات اللي بجامعة الموصل بمشاكل كبيرة، خاصة تتعلق بالبنى وأيضا الأجهزة العلمية، اللي هي عندنا الأجهزة العلمية المهمة جدا، سواء بعملنا البحثي، سواء بشغل المختبرات بالنسبة لطلابنا. بدعم كبير ومتواصل من السيد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور قصي كمال الدين الأحمدي، إلى حد كبير رجعت المختبرات تعافت ورجعت زودت بكثير من الأجهزة، لكن بعد ما تصل إلى المستوى طموحنا أن تكون بمستوى المختبرات العالمية. العمل مستمر، العمل متواصل حتى نصل إلى هذه الطموحات، حتى نحقق الطموحات اللي نحن يعني نرغب بيها، بحيث أن تكون مستوى خريجينا والمهارات اللي يمتلكوها تشابه خريجي كليات العلوم بالجامعات العالمية. المهارات اللي نعطيها لطالبنا يفترض أن تكون مشابهة للمهارات اللي يكتسبها طالب العلوم بأي جامعة بالخارج، وهذا طموحاتنا إن شاء الله. طبعاً رسالتنا إن شاء الله يعني تكون كلش مميزة. رسالتنا هي نحقق طموح السيد رئيس الجامعة بالانفتاح على المجتمع، بأن الجامعة تأخذ دورة في المجتمع، وإحنا على صعيد كلية العلوم لازم يكون لنا بصمة في بناء مدينتنا، في بناء مجتمعنا الموصلي. نعمل بروح الفريق الواحد كتدريسيين، كموظفين، كطلاب، من أجل تحقيق هذه الرسالة ومن أجل النهوض بواقع مدينتنا اللي هو جزء من رجمينا لها هو هذا العمل الجماعي إن شاء الله.